الكرة لصالح فريق الفريق الأبيض، فريق الأتلتيكو، ملعوبة تتخلص، ملعوبة الكرة ما زالت لصالح. بالهجوم تتخلص تسديدة من لعزير وحلوة حسين محمود عم بيعادل الأرقام عم بيسجل هدف التعادل لصالح السي اف اي. الأتلتيكو بتتخلص ترجع تسديدة وتسديدة الى الفار عم بيقول حكم مباراه. حاليا او الركله الركنيه هدف تقليص الفريق لمصلحه فريق السي اف اي. ري عتنفيز الكره ري بيسدد الكرة مع فريق السي اف اي. جول 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 4-3 نتيجة المباراة لهيدي اللحظات. ملعب ركلة ركنية ملعوبة داخل اللحظات باخر الثواني للقاء 4-4 اصبحت نتيجه المباراه. الركله لفريق السي اف اي عم تتخلص الاتلتيكو تسديدة ايضا الركلة لعلي حمية عم بيسجل داخل الشباك علي حمية من اتلتيكو. تيو عم بيسجل كمان تيو طاط لعزير عم بيسجل داخل الشباك الكرة تسديدة ايضا داخل الشباك التسديد داخل الشباك على التنفيذ عم بيسدد داخل الشباك التسديد داخل الشباك التسديد داخل الشباك حاليا من ركلة للأتلتيكو. مبروك للسي اف
يلي عم يتوج ببطولة الاليت بركلات الترجيح على حساب الاتلتيكو. فازنا اعزائي المشاهدين، هذه هي الاجواء الاحتفالية في الملعب، حنكون بعد لحظات مع التتويج.